السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين نورتم. واليوم معنا النعناع الأمريكي الطويل، زرعته اليوم، زرعنا السنة الذي فاتت إن شاء الله. كما ترون هذا الأمريكي الطويل، كما تشاهدون، وهذا ايضا نفس النوع الامريكي النعناع. شوف اي اختلاف بين الامريكي والعادي، يوجد مرة اختلاف جدا. ما ترون يختلف النعناع هذا العادي، وهذا الأمريكي. كما ترون الأمريكي أوراقه، شوفوا صغار، العادي كبار. شوف الفرق، تشوف الفرق، الأمريكي شوف الأوراق صغار، كما ترون شوفوا الفرق الأمريكي والعادي. وهنا زرعته نعناع عادي، وهذا النعناع الأمريكي. هذا النعناع الأمريكي زرعناه، هذا العالي. هذا نعناع الأمريكي كما ترون، هي أوراقه صغار بس طويل ما شاء الله. هذا عمره سنة ونص مثل هذا، النعناع الأمريكي. أنواع، أنا عندي نوعين، الأمريكي والعادي.
إذا أعجبكم المقطع حطوا لايك واشتركوا بالقناة ويصلكم كل جديد. كان أخوكم آدم من عالم الزراعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.